وبنحس ان هي جزء من حياتنا، بنبطل نحس ان هي مشكله مقلقانه ومحتاجه حل. هي دي الفكره. طيب انا هقول لحضرتك حاجه، وزاره الداخليه بعد فيلم التحرش الجنسي 378 كان في احصائيه عندهم بنسبه التحرش 6.78. بعد التحرش وبعد فيلم التحرش اللي حضرتك بتقولي عليه، النسبه دي زادت بنسبه 500%، والاحصائيه موجوده في وزاره الداخليه ممكن تسالي عليها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اذا بنيتم الفيلم السبب. نعم يا فندم حضرتك. لا 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 معلش، الاحصائيه طيب. موجوده والجرائم بتزيد، يعني بعد حضرتك عبد وموتى، بعد عبد وموتى، بعد عبد وموتى ابتدت نسبه البلطجه زادت، ابتدت نسبه التحرش تزيد. اعتقد الفيلم اللي هو ابتدوا يعملوا كباريهات في السينما الاستاذ احمد السبكي ومحمد السبكي، يقول لك الراجل مش قادر يخش كباريه، طب ما ندخله كباريه ببلاش، دي طريقته. يعني دي اول مره السينما تقدم كباريهات؟ ده زمان كل افلامنا فيها بار يا فندم، في كانت الرقاصه محترمه كان الرقاصه يعني رايك ان الرقاصه كانت محترمه مش مبتذله. انتوا دلوقتي بتفسد الفن دوت سبب فساد مصر، وانا هفضل امسك القضيه دي لاخر يوم في عمري. انتوا فسدتوا المحامي، انتوا اللي بتقصد مين بس؟ انا بقصد كل صناع الفن اللي في مصر، يعني مش معقوله. وانت بالنقد الفني من اعمده صناعه على فكره الفن. على فكره انا قلت لحضرتك قبل ما اخش، قلت لك النقد السينمائي زيه زي النشر السياسي بالظبط. ابقى بحرق التجمع المجمع بحرق المجمع العلمي اللي حرقوه، ويجي في الاخر يدافع واحد زي دوما يقول لك لا ودي حريه الراي. نفس الحكايه شايفها في السينما، دي حريه التعبير. حريه التعبير ليه دايما الحريه بترتبط بالفساد او حاجه مفسده او تقول لك ان انا بغير وانت ما بتغيرش، انت بتدمر بدون ما تشعر. انت بتكشف يا عمرو. يا فندم انا مش بكشف. بتكشف فساد يا فندم. انا مش بكشف، انا زمان كان في احترام ما بيننا. يا فندم انت دمرت التعليم بمدرسه المشاغبين، دمرت علاقه الاسره كلها بالعيال كبرت. طب على فكره الكلام اللي انا بقوله ده قاله عالم اسمه مصطفى محمود من 30 سنه وموجود على اليوتيوب. بس عايز اقول مصطفى محمود قال لك انتوا بتضحكوا عليا. فبدي ادي بالظبط نفس اللي بتقوله الاستاذه غاده. عايز اقول لك حاجه، مدرسه المشاغبين دي بالمناسبه المسرحيه اتعملت في السبعينيات، في فيلم ماخوذ عن فيلم اتعمل في الستينيات، فيلم امريكي مع انا ماليش علاقه بعوده الخواجه. لو سمحتوا يا جماعه بلاش الخواجه، انا دايما بسمع كلمه ما هو بره بيعمله، ما هو بره بيفسدك. هو ده اللي حضرتك يا فندم يجيب رجل المطافي بره، رجل المطافي بينقذ قطه، بيعلمك الانسانيه والرحمه. عمرو عمرو لا 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 نتعود ان احنا نسمع يا بعض يا فندم. ما انا بسمعك بس مش عايز خليني اكمل. انا مش خلينا احمي شويه بقى، ما نضللش الراي العام. خد بيت نظريتي، خد بيت نظريتي. لو كان المسرحيه، لو كانت مسرحيه تدمر التعليم، كان الفيلم الامريكي اللي اتعرض في الستينيات كان دمر التعليم في امريكا. التعليم في مصر زي الزفت كويس، مش بسبب مدرسه المشاغبين، بسبب المنظومه يا فندم خاطئه. مش مدرسه المشاغبين، هو هناك في مدرسه لحضرتك الفيلم اللي بتقول عليه ده عالج المشكله، وعالج المشكله المشهد وراء المشهد. يعني شفت النهارده السجينات بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك طب هات نموذج طيب، هات نموذج كويس. حضرتك هنا الفن في مصر بيعرض المشكله كلها وبيجيب النموذج السيء وفي اخر المسلسل يعرض لك النموذج. انت شايف ده متعمد؟ انت بتقول فيه تعمد لتدمير الراجل اللي بيكتب السيناريو. يا فندم اللي بيكتب السيناريو لازم يجيب لي العظه بعد المشهد الثاني عشان افهم المتلقي ان اللي حصل ده غلط. ما هو ما بيكتبش مقاله يا عم. لا فاهم الكارت بوستال. طب وامريكا بيعملوا كده؟ اللي هو بيستشهد بامريكا. امريكا بتعمل كده. امريكا بتجيب رجل المطافي بينقذ قطه، بتعلمك الرحمه، بتعلمك ازاي تبقى انسان. يجيب لك الراجل اليهودي اللي بينقذ العالم، يجيب لك الجندي الامريكي اللي هو لا يخترق رغم ان هو ما فيش حرب فاز فيها. في افلام دعائيه فعلا بتتعمل في مصر وغير مصر، واحنا بقى مفروض ما نعملش افلام دعائيه. لا موجود، موجود في مصر. تركيا النهارده تاخد منك السياحه في الشرق الاوسط وتخلي العرب كلهم يروحوا ليها رغم ان عندهم فساد في الدوله. انا حضرتك بلحن للاتراك، يعني انا مش اللي بتكلمه ده مش واحد بيقول كلام، انا بلحن للاتراك. في اماكن عشوائيات في تركيا بالهبل لكن الاعلام ما ظهركش. بس عايز اقول لك ليه بقى مسلسلاتنا، وعلى فكره امبراطوريه مين في انتاج قطري جواه، يعني دلوقتي انت بتتحارب سياسيا عن طريق مسلسلات وافلام. امبراطوريه مين؟ آه طب خلينا قبل ما اسال الاستاذه غاده في انتاج حرام حرام. طيب حرام الفلوس دي كلها ما تصرفش في حاجه لبناء البلد وتحفيز الناس على العمل. استاذ طارق يعني هو هيجتزئ مشهد يقول لك انه بتنزل من المطار. المشهد بتاع المطار ده ما فيهوش اي حاجه تضحك. خلاص هو في ناس ضحكت عليه. لا ما فيش. مفيش حد لا يعني شفت كل الناس. لا لان مصر مش حتى لو ده متير. حضرتك لو رحت في مطار برشلونه هتلاقي اسخن من كده. ما ظهروش ما ظهروش، هما بيظهروا الحاجة الحسنة في بلدهم. بره بره حضرتك دبي عملوا اتنين ميديا دبي النهارده بتاخد السياحة من العالم العربي كله شطار. ايه يعني عقوب سجاير بتشوف في دماغها. السايح دلوقتي مين اللي دلوقتي من المصريين عايز يرجع مصر؟ يقول لك اما اشوف المشهد ده كده. مين اللي العرب ممكن يجي يقول لك بلد زبالة؟
ليه؟ الله الله يعني ليه؟ هو مش هيشوف السجاير وما هو أسوأ. حضرتك انت... احنا نشرنا ثقافتنا المصرية وكنا يعني 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 خدنا الرياضة المصرية بشوية أفلام ومسلسلات زمان اللي كانت بتتصدر للعرب، كانوا بيشوفوا مصر بشكل كويس. حضرتك ما ينفعش ندافع عن الفساد، سبب فساد مصر فنها. لو النهاردة أنا ما عنديش بديل، طبعا أنا ما عنديش بديل النهاردة لازم أمنع. ليه؟ لان ما عنديش بديل. زمان كان في بديل، كنت حضرتك بتقول لي ان انا عندي ناس بتعمل مسلسلات بالشكل ده او افلام بالشكل ده وفي بديل ليها. دلوقتي ما بقاش عندي بديل والسينمات احتقروها. طيب نخلي بقى الاستاذ طارق شويه يتكلم. لا تمارس قمعا علي. بص اولا الاحصائيات اللي بيقولها عمرو مع كل تقدير لها اكيد احصائيات مش صحيحه، انه مثلا يقول لك 600 في مش عارفه في الالف زادت نسبه التحرش بعد 6 7 8 اللي هو عمقه ايه الفيلم ده. والفيلم ده من الافلام المهمه الحقيقه، يمكن بقى له 4 سنين. الفيلم ده ضد التحرش، الفيلم ضد التحرش، بس عشان تبقى ضد التحرش وبيقدم حتى الابعاد النفسيه وبيقدم ما هو اكتر من ذلك، ازاي البنت تحمي نفسها لما حد يتحرش بيها. فانا مستغرب اولا من انه يذكر احصائيه بعد الفيلم حضرتك اغتصب المذيع في ميدان التحرير، الفضيحه مصر كلها في العالم كله. اولا اولا ده حصل ولا لا؟ انا رد عليا. فتاه العتبه كان في اغتصاب 30 سنه، عمرنا سمعنا ان في مذيعه اغتصبوها في التحرير. اي ما كانت مذيعه امراه. انا هقول ان الفيلم هو سبب كده. وقع شهدت عادي عادي كلها. يعني عايز اقول الاحداث يعني بتحصل كتير قبل، يعني مالهاش علاقه بالفيلم. هو ريا وسكينه انا ما شفتهاش غير بعد الفيلم. ما كانش فيه، ما فيش عندنا ري، مش ريا وسكينه كانوا في الثلاثينات ولا في العشرينات. ما شفتهاش غير بعد الفيلم. ومش هنقعد. طب استنى، مين اللي خلى ريا وسكينه يعني هندفن راسنا في التراب؟ احنا عندنا اقتصاد بيتدمر بسبب شويه مسلسلات. الست المصريه دلوقتي بقت سمعتها زي الزفت في الخليج، زي الزفت، فلازم يعاقب. احنا عايزين نعرف بقى المنتجين دول فلوسهم جايه منين، مين اللي بينتج، مين وراء الكواليس اللي بينتج لنا المسلسلات دي عشان تشوه صوره الست المصريه. مين اللي في وزاره الداخليه بيدي تصريح ان ازاي بتاع وزاره الداخليه يطلع الاقي شغل لوزاره الداخليه وفي النص الاقي كله تدمير لوزاره الداخليه؟ مين في وزاره الداخليه بيدي تصريح للمسلسلات دي؟ عايز اعرف. ما هو يا وزير الداخليه يا اما تقفل الموضوع ان ازاي ده ما يطلعش الا غير بواحد فاهم يعني ايه اللاوعي عند الشعوب، ويتكلم بشكل كويس ويدي تصريح في حاجه تفيد الداخليه او يطلع السيء والكويس في نفس المشهد، يا اما تقطعوا بقى موضوع ان وزاره الداخليه تطلع في المشاهد. لان انا ما ينفعش ان انا عمال بتشحن من وزاره الداخليه طول مسلسلات رمضان، الست المصريه طالعه عاهره طول مسلسلات رمضان، الشباب كله مخدرات طول مسلسلات رمضان. النهارده بوتين روسيا، رئيس روسيا طلع قرار ممنوع الالفاظ السيئه في مسلسل او في فيلم او في اذاعه، واللي يعمل غير كده يدفع غرامه. انا مطالب دلوقتي بقوانين. وزير السياحه النهارده انت بتصرف فلوس كتيره من ضرايبنا، لو سمحت ترفع قضيه على المسلسل ده، ولو ما رفعتش قضيه على المسلسل ده ما تعملش خلاص بقى مؤتمرات. طيب مش محتاج مؤتمرات. يعني الحقيقه التطرف قوي في الحاله اللي بيعبر عنها. انا مش متطرف، انا راجل فنان، انا بعمل مزيكا وناجح مش فاشل، عشان يقولوا بس ايه وناجح الحمد لله وبلحن في العالم كله، عشان ما حدش يقول لك اصله ايه اصله بيغير ما بغيرش. انا شايف دلوقتي مشكلة.